يا الله تحياتنا شباب، تحياتنا لكم ولكم قناتكم الاولى الخاصه بالبلاد. اذا ما مشترك اشترك ولايك الفيديو وصلك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد. فيديو اليوم يخص التكاثر، لكن ما قدرنا نصور برا بسبب صوت الهواء. صوت الهواء كلش قوي. جربت صورت الفيديو لكن ما طلع واضح، عاد لغيناه وعدناه من جديد حتى نصوره لكم داخل البيت حتى توصلكم المعلومه اوضح وصوت واضح. فيديو اليوم يخص فرضيات بناء وتفليش العش للبلابل. هواي من الشباب تجينا تعليقات يقول يابا احنا بلابلنا بنن العش لكن رجعا فلشنا، او بنن بمكانين مختلفات، او بنن مو بالمكان المخصص الهن، يعني بنن مثلا معلف الاكل او بالقاعيه مال القفص. راح اجيكم على 6 اسباب تخلي الطيور تسوي هيك، تعالج هاي الاسباب اذا كانت موجوده عندك، بعدها راح تتحسن الوضعيه وراح ينجح عندك التكاثر 100%. السبب الاول المكان، اذا كان مو امين، مكان مو امين مالته نقصد به. مثلا انت اليوم مختار له المكان بي بزازين او بي تكرمون الفار او بي ابو بريس، او انت اصلا كل ساعه تجي على عشهن او قفصهن وتباوع بنصه، او اذا خالهن المكان بي هوسه، يعني مكان تواجدكم وهوسه الاطفال والهوسه مالتهن، خصوصا بلابلك اذا كان وحشيه. طبعا هاي مو على الكل، اكو بلابل عندهن الهوسه طبيعي واكو بيهن لا يكون حساسات. هذا المكان ما ينجح عندك، لازم تغير المكان. انت تشيك الامور اذا كانت اكو هاي الحشرات او الزواحف او البزون او انت هو جاي تقرب، قلل هذا الموضوع وبلابلك ان شاء الله راح ينجح عندهن التكاثر. السبب الثاني اذا كان المكان مالتهم مو ثابت، مكان المو ثابت يعني قفصك متحرك، انت يوميا مثلا اكو بيهم مخفاصتهم كبار بهذا التايرات دفاعها خلاه بالشمس، راحت الشمس رجعها جوا، او قفصه بمجال ينشال من مكانه لزم ذبب الشمس وبعدين رجع خلاه جوا. خل اوضح لك فكره، البلبل ما يعشش بهيجي قفص، او اغلب الطيور هيجي مكان ما تعشش اذا كان القفص مو ثابت، يحب المكان ثابت، يخاف على عشهن حتى لا يتفلش، يخاف على البيض حتى لا يتحرك، فلازم المكان ثابت انت حتى ينجح عندك التكاثر او ينجح بناء العش. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اذا كان قفصك صغير، راح يخلق لك مشاكل بين الفحل والنثيه دائما راح يتواجهن، راح يتعاركن هوايه. فحاول ان يكون قفصك كبير، وهي هاي من اهم نقاط التزاوج عندك. القفص كبير كل ما كان اكبر كل ما كانت فرصك بالنجاح التزاوج اكثر، يعني خلي يكون من متر وفوق هذا الشيء ممتاز، وانه يكون باكثر من مكان للعش، يعني فد 3 عشاش او 4 عشاش وبزوايا القفص لي فوق حتى البلبل يختار المكان اللي هو يعجبه فيه. شغلة اللخ مواد التعشيش والعش. مواد التعشيش مثل ما تعرفون انا شرحت لكم مواد التعشيش شنو هي. مرات مواد التعشيش اذا الخيط ثقيل على البلبل او الخيط خشن يظل يوديه بالعش ويرجع فلشه لين ما عجبه، وهكذا يظل. فاختار هذا خيط الليف، شرحت لكم عليه تلقوه موجود بالسوق، هذا خيط الليف ممتاز جربناه احنا، الطيور قاعده تحوكه بشكل احترافي، خفيف عليها، ناعم، ما قاعده يؤذيها. فانت حاول ان تلقى هذا خيط الليف، خيط الليف فد في شيء ممتاز انا جربته. الافضل هو الهن وما راح يفلشن ابد. وبالنسبه لنوع العش اختار نوع العش مثل ما قلت لكم، عش قطني حتى الطيور يكون عليها يكون معتدل، لا هو حار بالصيف ولا هو بارد بالشتاء، وبنفس الوقت البيض راح يكون ثابت به. هذا هم سبب من الاسباب يخلي البلابل انه تكون مرتبكه وتفلش وتهدم بالعش. السبب الخامس اذا كان العش مالتك قديم او الخيوط قديمه، يعني بها فاش، اذا كان بها فاش البلبل راح يظل يبني ويفلش يبني ويفلش لحد ما يتخلص من هذا الفاش او يتخلص من العش. فانت دائما راقب العش مالتك خليه يكون جديد، دائما بدله ويا كل موسم ويا كل وضع، خلي انه ويا ما تنتهي فتره الحضانه استعمل العلاجات مال الفاش، رش العش ورش الخيوط افضل حتى تموت الفاش وتتخلص من عنده. وايضا شارح لكم انا فيديو بهذا الخصوص. السبب السادس وهو الاهم ودائما اللي الاكثر هو هذا، اذا كان اثنيناتهن نثايه. اذا كان اثنيناتهن نثايه كل وحده راح تبدي بمكان زين، كل وحده راح تختار عش وتبني به، وبعدها يبدا وحده تخبث على اللخ، يعني هاي من بنت العش وكملتها تجي ذيك اختها اللخ تفلش العش عليها. احسب حسابك هاي معناتها اثنيناتهن نثايه. الفحل اذا كانت كل هاي الشروط متوفره، يعني انه مكانك امين والقفص ثابت وما بيفاش وما اعرف شنو، الفحل ما راح يتقرب عندك على العش ابد ولا راح يفلشه، اللي راح يتقرب بس النثية هي اللي تبني وهذه. بس اذا شفت الاثنيناتهن قاعده يبنن ويفلشن معناتها اذا الاثنيناتهن نثايا. هاي 6 اسباب انا اعطيتكم اياها، هاي الفرضيات.
عالجها و100% راح ينجح عندك بناء العش ولف العش وما عندك اي مشكله ان شاء الله. وصلت المعلومه وتحياتنا لكم.